في الكبابة، في بلي الزعتر، في لحم بعجين، في فطير سبانخ، في كشك، وفي الكذبة الكبة المحتالة. بس واصل ايه يعني، ما واصل يعني محبتي وشكري وكله لهذا. كل هذا الحفلات دي والتذوق، ما التذوق كله بقرب الشعوب لبعضها. لأننا تقدمنا على المطابخ الأخرى، نحن أساسا المطبخ اللبناني أساسا تركي، جابوه على لبنان، لبنان طوروه أكثر، شغلوه أكثر من المطبخ التركي.